السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو كنا عملناه عن ازاي ان احنا نبرمج الاثبات للاوتوكاد من خلال الذكاء الاصطناعي. يعني انا مش عارف الكود ولا حاجة خالص، وعلى فكرة انا سايب الاوتوليسب ممكن مثلا من 12 سنة ما برمجش حاجة في الاوتوليسب، تمام؟ وطلبت منه ان هو يكتب لي كود، فكتب لي كود واستعنت بيه واشتغل زي الفل الحمد لله. فجي كومنت بيقول الله ينور هندسة على الاضافات العظيمة ديت، بس احنا على كده نبطل نتعلم برمجة لأننا كمهندس مدني عشان اتعلمها بياخد وقت ومجهود كبير، في حين في 3 دقايق عمل اللي ممكن اتعلمه في شهور عشان اتعلم اعمله محتاج رأي حضرتك في الموضوع ده. يعني الذكاء الاصطناعي خلى الحاجة اللي ممكن تتعمل في شهور بدأت تتعمل في وقت صغير، جميل جدا. لكن لو واحد ما فهمش حاجة في البرمجة وحب ان هو يعمل الكود بالشكل دوت مش عارف يطلب ايه من الكمبيوتر، تمام؟ لذلك في ناس بتتعين كده ان هو برومت انجينير، ان هو بيعرف يتكلم مع الذكاء الاصطناعي ويطلب منه الحاجه ديت. يعني تخيل مثلا انت عايز تصمم حاجه معينه ورحت وانت ما عندكش معرفه بالالوان، فممكن تطلع لك حاجه شكلها وحش وتطبعها وما تعجبش العميل. فالحاجات اللي انت بتعلمها ما بتضيعش، يعني هو الذكاء الاصطناعي بيساعدك بيوفر عليك وقت. اي نعم هو خطير جدا، لان هو ممكن يعني الشركه تقول لك انا هستغني عن عدد، بدل ما عند شغال عند 10 هخليهم 5، لكن لو انت متقن الموضوع هتبقى انت من ضمن الخمسه اللي هيفضل. طيب ممكن تستعين بيه بالذكاء الاصطناعي، ممكن تستعين بيه ان هو يعمل لك اتمته كتير، يعني الحاجات اللي بتاخد وقت تكرار تبدا تستعين بيه ان هو يقللها لك. ممكن في مشكله تبدا تحلها، ممكن تخليه هو بيكتب لك كود وانت عمال تتعامل مع العملاء وتعمل علاقات شخصيه معاهم، فحاول تستفاد منه. يعني اشهر حاجه حصلت كان لما الكمبيوتر بتاع اي بي ام غلب افضل لاعب في الشطرنج، فساعتها هو انهار وحس ان في حاجه غلط. لكن بعد كده لما هدي وفكر قال لك احنا هنعمل تيم انا والذكاء الاصطناعي ونفكر مع بعض، لكن انا اللي هحرك. يعني هو هيديني افكار لكن الحركه الاخيره انا اللي لازم المس الحاجه وانا اللي احركها. فلازم تعلم برمجه، لازم تعلم لا اما بايثون لا اما سي شارب لا اما جافا سكريبت او اي لغه حسب البرنامج اللي انت بتتعامل معاه. خلي بالك ان انت ممكن تكون محتاج حاجه وحاجه ادفانسد شويه فهو مش قادر يسعفك فيها، فانت ممكن تستعين بيه بعض النقاط، تمام؟ لكن انت في الاخر انت اللي بتعمل البرنامج كله. هو دلوقتي الذكاء الاصطناعي بيتطور ان هو يعمل برنامج كامل، لكن لو انت كمبرمج جالك الكود وفي سطر غلط انت كمبرمج هتعرف الغلط ده فين وتصلحه. فلا يعني مثلا ايه بتوع الفوتوشوب مفيش حد فيهم يقول لك انا هسيب الفوتوشوب وهخلي الذكاء الصناعي يعمله، لا انت استعين بالذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي بقى موجود اصلا في الفوتوشوب، فانت وانت شغال بحاجه بتاخد منك وقت بتعملها، لكن التعمق بقى في فهم الالوان والتناسق بينهم والشغل الجميل دوت ده برضو فيه لمسه انسانيه في الاخر. يعني برضو الذكاء الصناعي مش هيقدر في كل حاجه، لازم يبقى فيه لمسه انسانيه. ولو انت فاهم الفوتوشوب كويس قوي وجي واحد ما يعرفش حاجه وبدا يستخدم الذكاء الصناعي مش هيطلع حاجه بالجوده اللي انت عاملها. قدر هو طلع صوره حلوه قوي لكن في مشكله مثلا في ارقام في اسم بتاع فهو مش عارف تشيله، انت ممكن بالاحترافيه بتاعتك تخش تعدل الحاجه ديت.